للوقوف على آخر تطورات المشهد اللبناني مع وصول مستشار الرئيس الفرنسي لمتابعة المبادرة التي قدمها ماكرون، ينضم إلينا الأستاذ علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية، عبر الهاتف من بيروت. مرحبا بك أستاذ علي الأمين. ماكرون يرسل مستشاره للبنان لحسم رد الفرقاء بشأن مبادرة تشكيل الحكومة. برأيك يعني هل يستطيع ماكرون ومستشاره تحريك المياه الراكدة بعد تسمية سعد الحريري؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. يعني كما تعلم أنه يعني هناك مبادرة فرنسية، هذه المبادرة الفرنسية التي أطلقت منذ انفجار المرفأ بيروت وإثر زيارة الرئيس ماكرون إلى لبنان. هذه المبادرة يعني تعرضت لانتكاسات وتعرضت ل يعني الى ما يشبه يعني انها يمكن القول انها دفنت اكثر. هلا محاوله احياء هذه المبادره تتم بتحرك بمحاوله يعني تحرك فرنسي عبر عنه ايضا ترشح الرئيس وتكليف الرئيس سعد الحريري، لكن اذا راقبنا مواقف القوى السياسيه و إثر زيارة المستشار الرئيس الفرنسي اليوم وجولته على كل القيادات السياسية داخل السلطة، يمكن أن نلاحظ أن لا زالت أطراف السلطة متمسكة على الأقل بالذهنية التي حاولت المبادرة الفرنسية إخراج لبنان أو إخراج الطبقة السياسية منها، أي ذهنية المخاصصة. وبالتالي لا تبدل حتى الآن في المنهجية تعامل قوى السلطة مع مسألة تشكيل الحكومة المطروحة على الطاولة اليوم. نعم، مع عدم تبدل هذه المنهجية، البعض يقول يعني لا يزال حزب الله يضع العصا في العجلة، يعني ويتساءل يا ترى هل يتمكن مستشار ماكرون من إقناع حزب الله؟ هل يملك أوراق ضغط مناسبة لإقناعه أم سيكتفي بجزرة الوعود والتنازلات؟ كيف تنظر إلى الأمر؟ يعني كما تعلم حزب الله كامتداد للنفوذ الإيراني في المنطقة وهو أحد أذرع إيران الرئيسية يتعامل بروحية سياسية وبذهنية سياسية المصالح هي الأساس فيها، وبالتالي الطرف الفرنسي ليس الطرف الذي تنظر إليه إيران. إيران تنظر إلى دور الولايات المتحدة، يعني تحاول أن إذا كان لديها ما تبيعه في لبنان أو ما يمكن أن يتنازل عنه حزب الله، أو يريد مقابل هذا التنازل. من يستطيع أن يقدم المقابل هو الطرف الأمريكي. الطرف الأمريكي حتى الآن لا يذهب إلى مرحلة يعني تسويات أو مقايضات، ولا زال الضغط مستمر. وبالتالي حزب الله يعتبر نفسه أنه إذا قدم تنازلات، هل يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف العقوبات أو تتراجع عن العقوبات، وبالتالي إيران بمكان ما. إذا لم تستطع فرنسا أن تقوم بذلك أو لا تستطيع أن تعد بذلك، فلماذا يقدم حزب الله تنازلات لطرف لا يستطيع أن فيما يخص العقوبات؟ أستاذ علي الأمين، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، هل ترى أن هذه العقوبات التي فرضت على جبران باسيل وأن لها ربط ربما بينها وبين العراقيل التي يضعها حزب الله أمام تشكيل الحكومة؟ أنا أعتقد أنه في منهجية أمريكية تسير بمعزل عن مسألة تشكيل الحكومة أو العقبات التي يضعها حزب الله. يعني هناك موقف أمريكي حتى الآن يريد تحجيم دور حزب الله، ويريد أيضا يصوب على مسألة سلاح حزب الله ومسألة إخراج حزب الله من معادلة الحكم. هذا الوجهة الأمريكية هي التي ما زالت تبدو يعني على ما هي عليه، ليس هناك من تبدل في الأمر. وبالتالي العقوبات أنا لا أرى أنها ترتبط ب مسألة تشكيل الحكومة، هي أبعد من ذلك. حزب الله يريد أن يربطها بمسألة تشكيل الحكومة، لذلك هو يحاول أنه في حال إذا أراد أن يقدم تنازلات على صعيد تشكيل الحكومة، هل يمكن أن تتوقف العقوبات أو أن تتراجع واشنطن عن بعض العقوبات التي
واجهت بها حزب الله. يعني هذا الأمر يبدو أن واشنطن ليست مهتمة بهذا. طيب بالنظر لذلك أستاذ علي، يعني إذا كانت واشنطن أو الأجندة الأمريكية التي لا تقبل بحزب الله شريكا في السلطة تختلف عن الأجندة الفرنسية التي ترى يعني لزوم أو وجوب تمثيل كل المكونات اللبنانية في السلطة، كيف يمكن تمرير هذه الأجندة في ظل الرفض الأمريكي؟ يعني هو الرهان الفرنسي أنه في حال وافق حزب الله على هذا الأمر فإنه فرنسا تعتقد أنها يمكن أن يساهم ذلك في تعزيز موقعها الداخلي في لبنان، وبالتالي يمكن إثر ذلك في حال ما تعتبره نجاحا في تشكيل الحكومة ضمن شروط معينة، يمكن أن يوفر لها بعض الأوراق التي تعتبرها يمكن أن تساوم مع واشنطن عليها. لكن هذا يتطلب في البداية إقرار حزب الله أو تسليم حزب الله بأنه يعني يقدم أوراقه أو جزء من أوراقه إلى المبادرة الفرنسية أو إلى الفرنسيين، وهذا الأمر هو يعني أصل كما يقال أنه أصل المشكلة هنا. حزب الله حتى الآن لم يقتنع بأن يقدم هذه الورقة للفرنسيين، وبالتالي غياب يعني عدم تقديم هذه الورقة يضعف الموقف الفرنسي، أو في حال كما قلنا جرى تقديم هذه الورقة لفرنسا تعتبر فرنسا أنه هذا يعزز موقعها ودورها ويتيح لها أن لا تلعب دور يعني تحاول أن تغري إيران وحزب الله بأن ذلك يمكن أن يساهم في تخفيف الضغوط على عليهما على الساحة اللبنانية على الأقل. الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، نشكرك شكرا جزيلا.